طبقا إلى أن يعطي أفكار جديدة ليجعل رياضة كرة القدم في مصر تأخذ منحى متطور يتماشى مع ما نعرفه في أوروبا مثلا. احنا طبعا سعداء بالنادي الأهلي أن يعرض ده. لا احنا سعداء طبعا النادي الأهلي، وفعلا النادي الأهلي صباق دائما، ومجلس إدارة النادي الأهلي الكل بيحترمه، لأن فعلا مجلس إدارة محترم، ويمكن الكابتن حسن حمدي سبق ناس كتير جدا في إدارته للنادي الأهلي، كلنا معترفين بده. لكن في جزئية اللوائح لابد أننا نؤكد أن مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الماضية كلها ركز في تغيير اللائحة، ركز على شخص حسن صقر، ركز على دحض هذا القانون لفقط علشان الثمان سنوات. مدة الثمان سنوات كانت هي الخلاف الحقيقي، وأي كلام غير كده هو كلام بكل أسف مش هو الكلام الحقيقي، لأن الكلام الحقيقي إن احنا النادي الأهلي إذا كان سباق يكون سباق في الدعوة لتغيير قانون الرياضة المصري الذي عفى عليه الزمن. عمرو درديري الإعلامي المصري، شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من القاهرة. سأتحول إلى الإعلامي الآخر هنا، طارق جمينة سيناك نوعا ما، ولكن تعد تقرير حول معطيات مهمة جدا حول المذبحة. زميل محمد علي فرادي يقول لي بأن سنخصص لها حلقة إن شاء الله، لأن ضيق الوقت لديها من الوقت بخصوص هذا الموضوع وتفاعلت القضية. هل الموضوع 8 سنوات هو حجر العثرة في كل ما يحدث حاليا؟ والله انا مصدوم وانا بسمع اعلامي زي استاذ عمرو الدرديري بيلوم الاهلي على رد فعله وما بيلومش كل اللي فات. يعني الاول القانون زي ما هو قال اللي بيحطه المجلس القومي للرياضه، ده نمره واحد. نمره اتنين، خلينا نلتفت لكام نقطه في السريع كده. اولا هو مش قانون، اللي موجود في مصر حاليا هو لوائح وليس قانون. القانون لازم يعرض على مجلس الشعب ويقر ويوقعه رئيس الجمهوريه. نمره ثلاثه، ما هو قبل كده المجلس عمل لوائح وغيرها تتعارض مع نفس المجلس اللي هو عمل نفس اللوائح دلوقتي. يعني كان مثلا في الاول كان في المقاعدين تحت السن لغاهم والاعلام سكت ما حدش اتكلم، بعد كده اصر على وجود كوتا للمراه وهي مراه على الاقل في مجلس اداره، فاذا لم تنجح في الانتخابات فبيضمن لها مقعد في التعيين. ده بند ما بياخدوش الرجل مثلا. لما نيجي نتكلم مثلا على الاهلي لما جه يبدا يعمل القناه التلفزيونيه، ما هو اتحارب عشان اداره الاستثمار وهو غير مصرح له في غلطه. معلش انا بحترم يعني استاذ عمرو، لكن هو بيقول الانديه ملك الدوله، هذا خطأ. الدولة أنا لم أسمع، أنا آسف، هذا خطأ. لا توجد لائحة في مصر بتقول الأندية ملك مين، ودي كارثة كبيرة احنا بنعاني منها في مصر، لأن الأندية ليست ملك الدولة. لو كانت ملك الدولة يبقى نمرة واحد الدولة هي اللي تعين مجلس إدارة مش الأعضاء. اثنين، إن عجوزات المالية للأندية تسددها الدولة كجزء من عجوزات الميزانية بتاعت الدولة. فيعني لو احنا وصلنا لهذه المرحلة إن احنا بنناقش في الأهلي ونطلعه هو اللي غلطان، مش بدافع عن الأهلي طبعا، لكن لو بنناقش ان مثلا جمهور الاهلي اتذبح 74 واحد في بورسعيد فنقول بعض الناس هم كانوا مستفزين. الاهلي يحاول يدافع عن بعض حقوقه في كيفيه اداره النادي، نروح مخلينا شخصنه وهم اللي بيشخصنوا. هل يدخل في اطار ما اسميته ايضا المؤامره حتى على الجانب الاداري؟ بص حضرتك، هي النادي الاهلي مستهدف من كل حد. يعني طبعا انا مع احترامي يعني عمرو مختلف معاه تماما. نعم، اولا النادي الاهلي من سنه من ايام الكابتن صالح سليم عمل مشروع قانون، وكان في ذلك الوقت المستشار محمود فهمي. انا بكلم حضرتك الكلام ده من اواخر التسعينات بدايه الالفين قبل ما يتوفى الكابتن صالح سليم. نعم. ولم ورحنا وعملنا، المستشار محمود فهمي قعد مع المسؤولين وما حصلش حاجه. النادي الاهلي بيحاول ان هو يغير هذا القانون من اكتر من 10 سنين، فدي بس دي نقطه. النقطه الثانيه حضرتك برضو مش موضوع الثمان سنوات. العالم كله حضرتك في العالم المتحضر، انجلترا ووزير الرياضه حتى بيبقى اسمه ايه؟ وزير الرياضه والتعليم، وزير الرياضه والثقافه. وزاره الرياضه او المسؤول الاول الحكومي عن الرياضه ليس له اي علاقه بالالعاب الاولمبيه، دي شان اللجنه الاولمبيه المحليه من خلال قوانين اللجنه الاولمبيه. هي وزاره وصيه فقط، فأنا تضمن للأسف ان يتم احترام القوانين داخل الاتحادات وداخل الأندية، لكن مش هو اللي يفرض بقى ده يقعد وده يمشي او ده ده يبقوا 5 ده يبقوا 27، مش بتاعته هو. نعم. المفروض يعمل ايه؟ يزود البنيه الاساسيه. نعم. يبقى متاكد ان في رياضه للجميع، الرياضه في المدارس. شوف كده حضرتك في مصر كام لاعب بيلعب كره يد او كره قدم، وقيسها على مستوى العالم. نعم. دي حضرتك وظيفه المسؤول الاول الرياضي في مصر هو حته الملاعب،
التعليم الرياضه للجميع الممارسه الكلام نعم. لكن ليس له اي علاقه ولا دخل في تدبير الشؤون اليوميه للنادي ولا شؤون الالعاب الاولمبيه اطلاقا الاولمبيه يعني. او اي رياضه او اي اتحاد، الاتحاد هو هي وزاره وصيه تسهر على ان يتم احترام القانون والاجراءات الاداريه والمسطريه داخل الانديه وداخل الاتحاد. للاسف طبعا انا ابقى دائما في نفس الصوت، وانت تعرف اكيد جمال جبر طلب ان يتحدث الينا وهو المدير الاعلامي في النادي الاهلي، طلب ان يتدخل. استاذ جمال مساء الخير. مساء الخير وتحياتي لحضرتك وتحياتي لضيوفك الكرام. امامك دقيقه لتعطينا ماذا كنت تريد ان تقوله بخصوص هذه الحلقه. كنت اريد اصحح الخطا اللي وقع فيه الاستاذ عمرو الدرديري وهو زميل عزيز وزميل فاضل، وانا بدعوه للاطلاع على اوراق القضيه اللي تقدم بها النادي الاهلي لمحكمه القضاء الاداري. النادي الاهلي لم يطعن على بند الثمان سنوات فقط، النادي الاهلي طعن على كل اللائحه الصادره من المجلس القومي للرياضه واللي اصدرها المهندس حسن صح، وده ثابت بالاوراق قدام المحكمه. خلاف النادي الاهلي ما خص به بند الثمان سنوات في القضيه، النادي الاهلي قال مين يحدد الثمان سنوات؟ الجمعيه العموميه ولا الجهه الحكوميه؟ لما اتعمل السته في مصر واتعمل رئيس الدوله يبقى ثمان سنوات الجمعيه العموميه لمصر اللي هي شعب مصر هو اللي قال الثمانيه، يبقى فيه سته. ما قالش ان يتفرض عليه الثمان سنوات، ده الخلاف بيخص الثمان سنوات بالاستاذ عمرو. النقطه الثانيه اللي قالها قال لك الانديه مملوكه للحكومه. ده كلام حسمنا في هذا الموضوع، حسمنا في هذا الموضوع، هل هناك نقطه ثالثه؟ كانت الانديه ولو صح الانديه مملوكه للحكومه حضرتك كان اي مواطن مصري يتفضل يدخل اي نادي بدون اي اشتراك بدون اي حاجه خالص. اللي بيدخل النادي هو عضو النادي اللي بيدفع اشتراك النادي السنوي واللي بيدفع قيمه العضويه. اذا الانديه مملوكه لاعضاء وهي حق اصيل ليها انها تقر اللوائح الخاصه بالانديه. أستاذ جمال جبر شكرا جزيلا، تحدثت عن بعض النقاط وربما قد تكون نقطة الختامية الآن كيف يمكن النادي الأهلي في آخر سؤال أن يتصدى لما تسمونه المؤامرة؟ بص حضرتك، هو النادي الأهلي حاليا عنده هدفين أساسيين. نمرة واحد القانون لابد أن هو يواكب العصر. نمرة اتنين رابطة أندية المحترفين حتى نعم. النادي الأهلي يقدر، خلي بالك النادي الأهلي واخد قرار لن يشارك في أي بطولة أو أي مسابقة ينظمها هذه اللجنة نعم. فهذا الحل، لابد تنشأ أندية رابطة الأندية المحترفين بأسرع وقت حتى يتسنى لنا عودة النشاط، لأن طبعا النشاط بدون النادي الأهلي مش بدون كل الأندية بالطبع اعتبار أن المتضرر الأكبر هي الكرة المصرية، المنتخب المصري، المنتخب الأولمبي، الأندية اللي تشارك. وأنا عايز أقول لحضرتك أن النادي الأهلي لا ما بيبصش لنفسه، بيبص نعم. لكل الانديه نعم. النادي الاهلي لو يبص لنفسه كان يبيع لوحده وياخد اكتر عائد من نعم. كل حته. النادي الاهلي دائما متضامن مع كل الانديه. أنا لم نثيرها في هذه الحلقه بسرعه طارق جويني، هي هناك من اعطى الانطباع بان السلطات الامنيه في مصر تتحاور مع الالتراس وكانها تريد ان تقفز على الانديه، تتحاور اكثر مع الالتراس وبالاخص ألتراس النادي الاهلي في قضيه شائكه ومصيريه كمذبحه بورسعيد. هو معلش تصحيح، انا ولا تحاور مع الالتراس هو وزير العدل مش نعم. السلطات الامنيه نعم. فكان على اساس ان هم يطمئنهم عشان يفضوا الاعتصام اللي قدام مجلس الشعب، لكن هو طبعا اداهم جزء من القوه على الشارع. بس هي النقطه المهمه لما نيجي نتكلم على نرجع تاني كل مشاكلنا فين؟ اوضه الالتراس ايه مشاكله؟ قوانين اتحاد الكره لا تتوائم مع الفيفا بس. كل لائحة رياضية ايه مشاكلها؟ ولكن لماذا هذا الصمت لمدة عدة سنوات لم يتحدث احد؟ انت عايز تعرف يعني احنا في مصر سنة 2008 لما الاهلي بدا يتكلم على حقوق البث بتاعته طلع الكابتن سمير زاهر واعلنها في كل القنوات وكل الاعلاميين سقفوا له نعم. الدوري المصري المسابقة ملك اتحاد الكورة وليست الاندية. ليه سقفوا له؟ لان لقوا ان تدخل النادي الاهلي في الحفاظ على حقوقه في البث ومن ثم الاندية من بعده نعم. هتأثر على مصالحهم هم الشخصية. 2009 لما بدا الاهلي يعمل جبهه من الانديه والاتحاد الاذاعه والتلفزيون فض التحالف اللي كان مع اتحاد الكوره، بدانا بقى نتكلم جد نعم. سمير زاهر نفس الشخص في نفس القنوات طلع وقال 2009 2010 قبل موسم 2009 2010 قال لك الدوري المصري ملك اتحاد الكوره والانديه نعم. وتعاملت اللجنه السداسيه ومعاها اتحاد الكوره حديثي بقيه فده معناه ايه اللي انا بقوله لك؟ كل هذا التغيير في الاقوال ما فيش قانون نرجع له نعم. يعني نحط قانون ويبقى هو ده الفيصل بعيد عن الاراء الشخصيه. لا زال مشتعلا وهناك بالطبع كما وعدتك ستكون هناك حلقه حول ما عدته من 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 قضايا ومن مواضيع. شكرا لك خالد. شكرا سيد خالد مرتجي وايضا طارق جويني، شكرا لكما. الشكر موصول لكل من عمر الدريدي الدرديري عفوا اللي كان معنا عبر الاقمار الصناعيه، وايضا راني علوان.